عدا الخروج المبكر لحاملي لقب مولودية الجزائر على يد شباب قسنطينة في قمة مباريات الدور 32 لكأس الجزائر، لم يسفر هذا الدور عن أي مفاجآت تذكر، حيث تمكنت أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية من افتكاك ورقة العبور إلى الدور 16، ولئن كان البعض منا عانى الأمرين في سبيل تحقيق ذلك، قمة الشهيد حملاوي بقسنطينة والتي جمعت بين الشباب المحلي وبطل نسخة الفارطة أوفت بكل وعودها ولم تبح باسم الفائز إلا بعد التمديد ليزيد السنافر من محن العميد. بدوره متصدر الدور اتحاد العاصمة رد جميل الضيافة لنادي شباب الأمير عبد القادر عندما تجاوزه برباعية لواحد، فيما أكرم المتصدر الثاني للرابطة المحترفة الأولى اتحاد الحراش وفادة ضيفه مثالية تغنيف بثمانية كاملة لقاء هدفين لذكرى لا غير. شبيبة القبائل ورغم المرحلة الانتقالية التي يعيشها إلا أنه ظل وفيا لتقاليده حيث هزم نادي شباب الدار البيضاء بثلاثة أهداف لواحد في مباراة جرت من دون جمهور. أندية الرابطة الأولى وخاصة غربها تأهلت هي الأخرى جميعها، فمولودية وهران أكمل عقد أندية المدينة الثلاث بعودته من الأخر بورقة التأهل على حساب الجمعية. الشلفاوة بدورهم تخطوا إخفاقاتهم في البطولة وضمنوا عبورا آمنا إلى الدور القادم من منافسة الكأس على حساب شباب الزبيرية. ولم يكن حال نادي وفاق عرابة أفضل من سابقه عندما سقط أمام اتحاد بالعباس بثلاثية لواحد.